ومشاهدينا راح يكون ويانا ضيفنا من ديالى مدير مركز الصداقة للتوحد في المحافظة الأستاذ عصام الدليمي حتى نتحدث وياه أكثر عن هالموضوع، موضوع التوحد، ونقول له يسعد صباحك، نورتنا. يسعد صباحك أستاذ عصام. يسعد صباحكم، صباح الخير، أهلا وسهلا، أهلا قناة الزمن. بداية أستاذ أريد نعرف يعني شلون اجت الفكرة ببالك، من شنو أنت قررت أنه تفتح هذا المركز الخاص بأطفال التوحد؟ هل لقلة وجود الاهتمام من قبل الدولة، من قبل المحافظة بهاي الفئة من الأطفال؟ أهلا وسهلا بقناة دجلة الفضائية، يسعد صباحكم. اليوم احنا التوحد بدا ينتشر مو بس بالعراق، بينما بالبلدان العالمية والعربية. كانت بدايتي اول شيء هو اصابة ابنتي بالتوحد، ابنتي روان بالتوحد. قبل احنا ما نعرف شنو التوحد صراحة يعني، وما نعرف هذا الداء شنو. أنا حسيت بالبنتي هي عمرها 3 سنوات بدأت تتصرف تصرفات غريبة، يعني كنا احنا ما نعرفها. نعم. تشتت، عدم انتباه. لفت نظري إلها، يعني هي ما تشبه أقرانها، ما تشبه أقرانها أطفال اللي بسنها أو تصرفاتهم. فبديت أخذتها للطبيب، اريد يعني اعرف شنو الحاله اللي عندها، يعني ليش هاي السلوكيات اللي تظهرها، ليش ما تنتبه، ليش ما تحكي. فالطبيب قال لي استاذ بنتك مصابه بداء التوحد. نعم. قلت له شنو هو التوحد؟ فقال لي يعني التوحد هو اضطراب سلوكيات يصير عند الاطفال، هذا المرض يصيب الاطفال. قلت له إلى علاج؟ قال لي يعني تاخذ هالمراكز تاخذها. فاني صراحه كانت رده الفعل عليه كلش قويه قاسيه. تعرفين هو طفل وابنك، يعني يكون رده الفعل عندك كلش قاسيه وقويه وصدمه. فبديت اني يعني صراحه اراجع بها الاطباء، فارتيت قالوا الاردن، ان موجودين من الاردن اطباء، فاخذتها وطلعت للاردن. فمن وديت الاردن التقيت باحد اصدقائي هناك، فقال لي استاذ عصام انت ليش جايبها للطبيب؟ ليش ما اشوفك مراكز هنا موجوده بالاردن تشوفها، لان الاردن متطورين كثير بالتوحد. صراحه طلعت على بعض المراكز، شفت من تعاملهم وشلون يعاملوهم. ف صارت عندي فكرة، ليش أنا ما أعالج بنتي؟ ليش ما أنا أفتح لبنتي مركز؟ فمن رجعت للعراق بدأت عندي هاي الفكرة تراودني، بأن شفت ماكو أسأل، يعني ماكو، بغداد بعيدة علي، وكانت المراكز قليلة بال 2014 و 2013 و 2014 قليلة، يعني ماكو انتشار لهذا الانتشار الهائل اللي هسه موجود. فبديت افكر ببناء مركز الها، لان ماكو الحكومه ما بنت لهم مركز، ما دعمتنا بهذا الشيء. فارتئيت ان عندي منزل، يعني انا ابيعه وافتح مركز. حلو، التفاته حلوه بكل صراحه، لان انت حاس بالحاله وحاسب معاناه الاهل من خلال انه يشوف نبي. طفل عنده مصاب بالتوحد. نعم، أستاني هم الأطفال التوحد صراحة. نعم. هم كلهم أطفال. أستاذ يعني عصام طبعاً بالبداية أحييك على هذه الجهود الكبيرة اللي هي كانت مولودة من رحم المعاناة اللي أنت عشتها مع بنتك، وأنت أكثر شخص يحس بأهالي الأطفال اللي عندهم توحد ويحس بمعاناتهم، وش قد يحترق قلبهم على أطفالهم. وش قد يتمنون يشوفوهم حالهم حال بقية الأطفال الطبيعيين. كثير شاهدت حالات من الأهل بالفعل
يعني يدمع القلب عليها على قد قهرهم وحسرتهم على أطفالهم. فبالبداية أني أبارك هذه الجهود الشخصية اللي حضرتك بداية قمت بها حتى تبدأ بمساعدة بنتك، ومن بعدها الأهالي البقية، ولاحظنا شهادتهم بيك أنه أنت هدفك ليس مادي، ولكن هدفك أنه مثل ما ساعدت بنتك حاب تساعد كل طفل يعاني من هذا المرض. ولكن أريد أسألك، التوحد هل هو يعني مرض عصبي أم يعني هو يؤثر على الدماغ أو مرض عقلي، أو ما هو التفسير العلمي لمرض التوحد؟ التوحد هو الأوتيزم، معناته الذات. نعم. التوحد هو اضطراب سلوكي نمائي، تبدي أعراضه من السنتين الثانية عبورا إلى الثالثة، يبدي استلام المخ للمعلومات بصورة غير طبيعية مثل باقي الأطفال. إذن بعض النظريات يعزوه إلى أنه اضطراب عقلي، مرض نفسي ينتمي إلى الاضطرابات العقلية، وبعضهم نظريات يقول لا، هو ليس مرض، هو اضطراب سلوكي عند الأطفال يصيب الأطفال. نعم. فالنظريتين هن صحيحة، يعني إذا تجين إلى الاضطرابات العقلية هو ينتمي إلى الاضطرابات العقلية، هو طفل غير طبيعي. أما إلى الاضطرابات السلوكية كذلك هو طفل مختلف سلوك عن الأطفال الباقين. فهذه الأعراض تصيب الأطفال، يعني إحنا بس يوم بمؤتمر بمصر حكوا على التوحد، أكو بحث بالتوحد بين هل التوحد مكتسب أم لا، هل التوحد مكتسب بأن يصيب الأطفال عن طريق الأجهزة الإلكترونية وتبدي هاي السلوكيات تظهر عندهم عن طريق العزلة، لأن انعزلوا عن عالمنا. فأحد الأشخاص يحكي البحث مالته فقاطع واحد قال له زين أنت تقول السمعيات والمرئيات، احتمال أنتوا بلد غني عندكم سمعيات ومرئيات وموبايلات ومحمول، أكو مناطق نائية لا يوجد فيها تلفاز، لا يوجد فيها محمول، لا يوجد فيها التطور اللي أنتم متطورين به، ومصابين بداية التوحد 15 إلى 13%. فيعني التوحد هذا الاضطراب الحد هسه، يعني أنا نحن نسأل عليه شنو السبب وشنو وليش هيك هذا اللي يصير بالأطفال. نظريات كثيرة، منهم يقول هذا السبب من عنده، يعني يكون سبب بيولوجي الحروب، أو سبب كيميائي اللقاح، أو سبب الوراثة، أو سبب اضطرابات الأم أثناء الحمل، أو تعرضها للتعنيف، وهواية هواية أكيد مسببات عديدة، لكن السبب الأساسي اللي حدث هسه مو مفهوم ومعروف. أستاذ عصام أنا حابة أعرف ونحكي شوية عن تدريبات البرامج، ما معروف، لا لا ما معروف، استفتائية الموجودة بالمركز عندك اللي تخص الطفل، شو النشاطات، شو البرامج اللي تسوي لهم إياها حتى تحسن من حالة الطفل؟ نعم، أول شيء يجب أن يكون هنالك التدريب. نحن بالمركز لازم إحنا أول شيء من يدخل الطفل عندنا يدخل باستشارة الطبيب، أي الطبيب يشخص، إحنا هنا بالمركز كمدربين ومؤهلين تدريب وتأهيل وفق برامج مختصة بالمركز. يعني اليوم إحنا نشتغل على الطفل، أنا ما أخذه جماعي صراحة، الطفل لازم يكون أول شيء جلسات فردية، تطوير حالته، العمل على الخصائص الجسمية للطفل، بعدها يبدي دمج الطفل طفل مثل مساوي إلى بنفس السلوكيات، بعدها يبدي الطفل يكون عنده مدربة واحدة. الثاني عندي طفل، أول ما يدخل الطفل للمركز نشتغل عليه برامج الأساسية وهي الـ ABA
وهي تحليل سلوكي تطبيقي، وبعدين نبدي يشتغلون على سارايز ودنفر وإلى غيرها من البرامج. بس لازم تكون محددة هاي البرامج، أهمها هو برنامج قانون لوباز اللي هو تحديد المهارات، مهارات الحضور والانتباه، مهارات التقليد، مهارات القدرات التعبيرية، مهارات القدرات الاستقبالية، يعني تنمية قدرات. يعني هسه أنا الطفل إذا جبته وخليته بمجموعة من الأطفال، هو ما عنده قدرات استقبالية، هو ما عنده قدرات معرفية، هو ما عنده قدرات تعبيرية، شلون راح يندمج هذا الطفل؟ فإحنا هنا أنا أوصي أنا تلميذ عندهم إن شاء الله جميع المراكز، يعني أوصي بأن يكون الجلسة الفردية، والجلسة الفردية قائمة على تنمية المهارات وتنمية القدرات. يلا يبدي الطفل التوحدي أن أدمج الطفل الثاني وثالث ورابع. نعم أستاذ عصام، يمكن لذلك تكون بعض أو الكثير من الحالات اللي نعم. دخلوا إلى مراكز خاصة بعلاج مرض التوحد لم يتم الاستشفاء، والأهل ما لاحظوا أي تحسن بحالة أطفالهم. يمكن لهذه النقطة اللي حضرتك ذكرتها، أنه لازم الطفل يتلقى دروس منفردة مع مدرس خاص لوحده، بعدين يندمج مع بقية الأطفال. وأريد أسألك، هل أكو أطفال تم الاستشفاء نعم. تماما ورجع ولد طبيعي 100% حاله حال بقية الأطفال؟ وهل ممكن أنه يرجع مرة ثانية إذا تعرض لصدمة معينة أو ظرف معين؟ أول شيء إحنا الأطفال التوحد، الطفل التوحدي إن شاء الله ثاني عندي حوالي 30 إلى 40 واحد، يعني طفل بالمدارس. بالمدارس بس سألتيني هل هو طفل يرجع؟ لا، أكو أنواع التوحد، أكو أنواع من التوحد، أكو مجموعات للتوحد، المجموعة الكلاسيكية، المجموعة المتوسطة، المجموعة البسيطة، النماء الشامل غير المحدد، حتى السبيرجر هو مجموعة واحدة، التوحد الانتكاسي هو مجموعة واحدة، شذوذ التوحد. احنا نشتغل على وفق معايير نوع التوحد اللي شخص الطبيب، يعني احنا مقترن عملنا بالطبيب النفسي المعالج او الطبيب الجملة العصبية. من يدز لنا بين هذا الطفل مصاب بداء التوحد، تشخيص التوحد مالته كدرجة التوحد مالته، نبدي نشتغل عليه. احنا عدنا شفوا اطفال وسوينا، احنا خرجنا حوالي 11 دورة، كل دورة الهاي 11، وعدنا دورة الثانية ان شاء الله اكون شخصيا اني اجيكم للمحطة ادعوكم الها الهاي الحفلة اللي هي راح تسمى بمركز البحوث التربوية والنفسية بجامعة بغداد، اللي هم ساندوني كثير، منهم دكتور محمد ودكتور ناطق اللي كثير هواي ساعدوني بهذا المجال. فإن شاء الله التوحد يشفى إذا كان هنالك أول شيء إصرار وعزيمة والتدريب الصادق والنية الصادقة مع هذول الأطفال، لأن هذول الأطفال أنتم ما تحسون بمعانات الأهل، إيش قد يتعبون، إيش قد يطلعون مسافات. أنا عندي من صلاح الدين، عندي من بغداد، عندي من الحلة، يجون اللي هنا للمركز. هاي المسافات اللي يقطعوها ليش؟ مو على مود أطفالهم؟ أنتم يعني أنا هاي الشريحة مهمشة، أنا لحد هسه أحكيها وخلي يسمعها كل الناس، إحنا مهمشين. إحنا أخذنا على عاتقنا بأن نبني مركز بنفسنا ونعالج أطفالنا، والحمد لله عدي هسه هاي الدورة 11 اللي تخرجوا، ويجيبوا لي اللي ينجح من المدرسة يدز لي النتيجة مالته، أو يجون يجيبوا لي النتائج مالتهم هم ناجحين. أما بقية بعض اللي يرجعون، هذا فيما يخص التوحد البسيط المنخفض. أما إذا كان من المجموعة الكلاسيكية وهو الشديد، الشديد العالي والشديد المنخفض، فهنا أو المتوسط، متوسط عالي أو متوسط منخفض، هنا يستوجب دخولهم إلى المدارس الخاصة. نعم. مدارس خاصة أنا شفتها دول عربية وعالمية، أنا طلعت سافرت هواي وشفت مدارس وشفت مراكز، أكو مدارس خاصة. هاي المدارس الخاصة تعليمهم خاص، لأن أنت أول شيء أنت طلعت من هذا الاضطراب، باقي نوع من الشوائب عنده. نعم، هاي الشوائب نقدر أن نتخلص من عندها،
عن طريق التربية الخاصة. عندنا التربية الخاصة موجودين بالعراق، عندنا مدارس خاصة، عندي ست نبراس، نبراس التنيني اللي موجودة هسه بالأربع شوارع الله يحفظها، شلون شغلها مرتب، أنا جرتها شغلها مرتب وحلو. نعم اكيد هاي بجهودكم يعني الشخصيه يا استاذ، لانه انتم اللي دربتوهم وانتم اللي ساعدتوهم يطلعون من هاي المرحله الصعبه ويندمجون بالمجتمع ويندمجون بالمدارس ويتعلمون القراءه والكتابه، هاي كلها بجهودك انت، واكيد احنا نشكرك ونشكر هاي الجهود ونشكر هذا التميز اللي انت وصلت له ونشكر الصبر اللي عندك اللي خلاك توصل لهذه المرحله. بالتاكيد استاذ عصام احنا كلش فخورين بك، ونتمنى من خلال برنامجنا انه الدوله تهتم اكثر بهذه الفئه من الاطفال المصابين بمرض التوحد وتاهيلهم بشكل صحيح وتوفير المكان المناسب لهم. نشكرك على كل ما قدمته لكل الاطفال، واكيد فرحه الاهل اللي تشوفها بعيونهم هذه تسوى الدنيا كلها، وان شاء الله عندك الاجر. شكرا لحضرتك، وبالتاكيد نتمنى لك نهار سعيد، كل الموفقيه.